يعني يبقى يكون ضهر الخروف مليان. بكام اقل خروف يا معلم؟ يعني من 3500 4000 لحد 7000. ده فرش محمود بدر. من تبيع الخروف السوداني بقى عليه اكبر اكتر من المصري. لان بياكلش زباله ولا بيرعى في زباله ولا بياكل غير عالف نظيف. هو بقى اغلى من المصري. يعني ده اغلى. اغلى. يعني يقف فيه كيلو ب 140 جنيه ب 130 جنيه سعر. قول لي بقى يا محمد ازاي اعرف الخروف في السما اللي بتاكل دول؟ جاس الجوز ازاي؟ على فكره فتح ايه؟ مش عارف يعني ايه. يعني سمك. ورينا يا معلم. في النص. يعني اول حاجه يا معلم اعملها افتح بوبا. لازم يكون كسر جوز. مش كسر جوز يبقى مش ضحيه. طيب قول لي انت بتقول لي اللحم السوداني طعمه جميل طبعا. وعيد عيد الاضحى المبارك. النهارده بقى معانا ايه؟ قصه غريبه جدا. الخروف السوداني. مرحب بيك يا معلم. الخروف السوداني. عرفني بنفسك بس الاول. محمود بدوي معروف على اي في اي حته غير محمود بدوي والعلوان. مشكورة جدا يا عم. طب ايه يا عم محمد؟ انت معلم نازل اشتري خروف عشان قول لي النصايح بتاعتك على كاس الجوز. يكون سليم ما فيهوش مرض. عينه سليمه. ارضه سليم. حتى لو ما فيهوش قرون خلق ربنا. يكون كاس الجوز ما فيهوش لبن. في بقى ناس بتحط ازاي على ظهر الخروف كده يا معلم؟ في ظهر زي ده خالص. ظهر زي ده كام كيلو عرض؟ يعني ابو سبعة ونص كيلو 55 كيلو. 55 كيلو؟ يعني اقل خروف ب 7 ونص. صح كده؟ لا مش اقل حاجه ب 7 ونص. قلنا 4 4 ونص لحد 7 ونص. 4 4 ونص لحد 7 ونص. طيب قول لي بقى لحمه الخفاش السوداني. لحمه الخفاش السوداني انضف. بتقول لي طعمها انضف. انا هستمر في التسجيل. ماشي استمر. طبعا يعني هو المعلم عبد الله ده عاوز تمام الباقي. عنايه وغاوي. ملوش دعوه باللحم ومالوش دعوه بالسعر. لا الضرايب ده ممكن يتكلم 30000. طيب انا عايز اضحي بشكل سليم يا معلم اعمل ايه؟ ما يكونش فيها خوف. انا متعور ولا في ولا ارضه مكسور ولا اعور ولا ودنه مقطوعه ولا مختوم بوسم نار. يكون سليم. سليم الا مقام. بس